فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وإذا لم يستطع أن يذبح هديا وهو متمتع، فهل له أن يصوم قبل شهر ذي الحجة؟ نعم، يصوم إذا أحرم بالعمرة، يبدأ الصيام إذا أحرم بالعمرة، ما في بأس، إلى يوم العيد، إلى يوم عيد النحر، كله وقت له للصيام. فإذا لم يصم قبل يوم العيد يصوم ثلاثة أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، نعم، ثلاثة أيام في الحج، نعم.